بقول الحمد لله. من ناحية مجلس الإدارة ده واجب، ما هو وتكليف، ما هوش حاجة مجهود زيادة، ده واجبنا إن احنا نعمل الكلام ده. لكن في ناس بدون أي أغراض أو بدون أي حاجة بحب أوجه لها الشكر، مع السادة المستشارين اللي ساهموا معانا وعلى رأسهم المستشار الجليل محمود فهمي، الأب اللي بنتعلم منه على مدى عمرنا في النادي الأهلي، بشكره على مجهوده وعلى وقته وعلى كل حاجة، وجميع المستشارين معاه، السادة أعضاء اللجنة المركزية اللي ادوا من وقتهم ومن جهدهم عشان يساهموا بدون أي أغراض وبدون أي حاجة، وكان في حب، وتحس ان الموضوع ده معمول في اطار عائله الاهلي بكل حب. جميع اللجان في النادي الاهلي اشتغلت عشان توصل للاعضاء وتجيب ارائهم وتعكس وجهه نظرهم. كانوا بيجوا مش بس في الندوات اللي اقيمت، لا ده كمان على مدى الاسبوع كامل كانوا بيروحوا للاعضاء. الناس اللي جت وقفت في البوثز اللي اتعملت للاعضاء كانوا واقفين تطوعا وبدون اي مقابل، لمجرد ان هم بيحبوا النادي الاهلي وعايزين يوصلوا للجمعيه العموميه للنادي الاهلي عشان ياخدوا رايها. وطبعا على راس الناس اللي بشكرها الجمعيه العموميه نفسها.